السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميسيس جاسمين، والنهاردة هنشرح كده وهنراجع الجرامر بتاع يونيت 1 في منهج Opportunities 1، وده منهج المدارس التجريبي بتاعته، ده منهج المستوى الرفيع للمدارس التجريبي. فهنراجع بسرعة كده على الجرامر، وبعد كده هنحل أسئلة من كتاب My Tutor. أوكي؟ طيب، أول حاجة عندنا يونيت 1، الجرامر بتاعنا كان الـ present simple tense اللي هو زمن المضارع البسيط. وفي اعدادي غير ان احنا بنعرف الفورم التكوين، لازم اعرف اليوسج اللي هو ايه يا اولاد، اللي هو الاستخدام. لازم نعرف الاستخدام كويس جدا، علشان اوقات بيجيب لي جمل ما بيكونش فيها keywords. يعني احنا دايما كنا متعودين ان انا بعرف ان انا هختار الزمن على حسب الكيورد الموجود. لا، دلوقتي ممكن يجيب لك جمله ما فيهاش keyword. انت من المعنى ومن الاستخدام هتعرف انا هستخدم اي ايه زمن. تمام كده؟ فتعالوا نراجع مع بعض كده بسرعه على اليوسج او الاستخدام بتاع البريزنت سيمبل وامتى بستخدمه. قال لنا نمبر 1 تو اكسبريس اباوت روتينز اور هابيتس، يعني بستخدمه عشان يعبر على روتين او عاده. يعني ايه عاده؟ حاجه انا متعود اعملها، حاجه كل يوم الصبح لازم اول ما بصحى بعملها، حاجه مثلا بعملها كل يوم، كل جمعه، كل صيف. فمثلا هنا ايه، he watches TV every night، كل يوم بالليل هو متعود يتفرج على الايه، على التلفزيون. example تاني مثلا ايه، I usually drink coffee every morning، يعني انا متعود اشرب قهوه كل يوم الصبح، دي عاده عندي او روتين انا ما اقدرش اغيره. طيب نمبر 2 تاني استخدام ليها for permanent situations، يعني ايه permanent situations؟ يعني مواقف دائمه، مواقف غير متغيره. زي ما اقول مثلا I have a car، انا متعود دايما ان انا عندي عربيه. والاكزامبل الاحلى كمان مثلا لما اقول I work as a teacher، ان انا بشتغل مدرسه، ده permanent situation، لان صعب ان حد يكون بيشتغل شغلانه ويغيرها. تمام؟ ده ايه؟ موقف دائم. انا بشتغل مدرسة مثلا بقالي 20 سنة ولسه بشتغل لغاية ايه دلوقتي مدرسة. استخدام number 3 for scientific facts، يعني ايه scientific facts؟ حقائق علمية، حقائق علمية. مش ايه الكتابة صعبة شوية. حقائق حقائق علمية، زي ما أقول مثلا the sun rises in the east، يعني الشمس بتشرق من الشرق. استخدام number 4 for timetables which cannot change، يعني جدول المواعيد. timetables يعني جدول مواعيد، جدول مواعيد اللي هو ما ينفعش يتغير، جدول مواعيد ما ينفعش يتغير. زي ما اقول مثلا ايه، the plane takes off at 8 o'clock، ان الطياره هتقلع الساعه 8. the plane takes off at 8 o'clock. طيب مثلا لما اقول the school year ends next June، الدراسه مثلا هتخلص في شهر 6 الجاي، ده يعتبر تايم تيبل، جدول مواعيد ما ينفعش ان هو يتغير عشان خاطر حد، وحاجه لسه هتحصل في المستقبل، فساعتها برضو بنستخدم الايه، البريزنت سيمبل. طيب التكوين بتاعه هيتكون من ايه؟ الفورم، اول حاجه الافيرماتيف، ما ننساش البريزنت سيمبل ده يا ولاد من اهم الازمنه، لان انا كمان بستخدمه في كتابه الباراجراف، بيساعدني قوي. فهو بيتكون من ايه؟ أول حاجة الـ subject اللي هو عبارة عن he, she, it، وكمان الـ singular noun اللي هو الاسم المفرد، plus الـ verb plus s, es, I, es، أو I, we, they, you، والاسم الـ plural، plus الـ verb في الـ a في الـ infinitive. يعني infinitive؟ يعني في المصدر بدون إضافات. يعني إيه إضافات؟ يعني بدون s أو ed أو ing. خلاص كده؟ يبقى الفورم بتاع مع ال he وال she وال it وال singular noun بستخدم، بحط ال verb s es i es مع ال I we they you plural noun، بنجيب ال verb في ال infinitive. حلو أوي. ال keywords بتاعته، في keywords بستخدمها affirmative،
affirmative اللي هو إثبات، اللي هو مش نفي مش سؤال، وفي keywords بيبقى معناها negative نفي، بيبقى معناها not. تمام، ايه هما بتوع الaffirmative؟ usually، تمام، sometimes، occasionally، always، often أو often، regularly. تمام، طيب ايه هما اللي معناهم negative؟ never، rarely، scarcely، seldom، barely، hardly. never دي معناها 0%. الجايين دول كلهم rarely، scarcely، seldom، barely، hardly، كل دول معناهم 10%. معناهم ايه؟ معناهم نادرا. تمام كده، هنا مثلا عندك always معناها 100%. تمام، usually 80%، عندنا often 70%، sometimes 50%، بتساوي occasionally برضو 50%، regularly عاملة شوية زي usually 88%. طيب كل الكيوردز دي ولا بتيجي فين؟ قال لنا بتيجي قبل الفعل الأساسي، بتيجي فين؟ قبل الفعل الأساسي، وبتيجي بعد verb to be، بتيجي بعد verb to be. يعني مثلا لو أنا قلت I eat pizza، تمام كده، وقلت مثلا حاجة تانية he is late for school، عايز استخدم usually، احط usually فين؟ احنا قلنا بتيجي فين؟ قبل الفعل الاساسي. طيب ادي اهو، ادي السبجكت وادي فيرب واحد اساسي اهو اللي هو ايه، فساعتها هتيجي فين؟ هتيجي هنا قبل الفيرب، فهنستخدم هنا usually، فبتيجي فين؟ قبل الفعل الاساسي. طيب بعد فيرب تو بي الجمله دي، ادي السبجكت وجاي وراها فيرب تو بي، من فيرب تو بي اللي هو am و is و are. طب ساعتها هنحطها فين؟ هنحطها قبل فيرب تو بي؟ قال لك لا، طالما عندك فيرب تو بي تحطها بعديه، هنحطها هنا he is usually late for school. تمام كده. طيب عندي keywords تانية بتيجي في أول أو نهاية الجملة، اللي هما مين بقى؟ اللي هما every أو once، تمام، twice a، from time to time، تمام، و from time to time بتساوي sometimes وبتساوي occasionally، بتساوي sometimes وبتساوي ايه؟ occasionally. تمام، every مثلا زي ما اجي في اخر الجملة هقول I play football every week end. هاي every جت فين؟ في نهاية الجملة. ممكن اجيبها في الاول، اقول مثلا every week end I play football، يبقى ممكن تيجي في نهاية الجملة أو في بداية الجملة. طيب مكان every weekend ممكن أحط مثلا إيه؟ أحط مثلا once a week، يعني بدل ما أقول إن أنا بلعب football كل weekend اللي هو مثلا الجمعة، لا أنا بلعبه once a week مرة في الأسبوع، ممكن أقول I play football twice a month، أنا بلعب فوتبول مرتين في الشهر. تمام، ممكن أقول from time to time، أقول مثلا from، ممكن أجيبها في الأول أو في الآخر، from time to time من وقت للتاني، I visit my grandma من وقت للتاني بزور إيه؟ جدتي. يجيب لك بقى جملة زي دي ويقول لك استخدم لي sometimes. احنا عرفنا in from time to time بتساوي sometimes وبتساوي occasionally، بس sometimes occasionally بيجوا فين؟ بيجوا قبل الفعل الاساسي وبيجوا بعد verb to be، فساعتها هنشيل خالص from time to time لان انا ما ينفعش استخدم two keywords في نفس الجملة، وهنحط sometimes فين؟ بعد I، فتبقى كده I sometimes visit my grandma. حلو كده. طيب تعال نشوف النيجاتيف، النفي. النفي بقى بيتكون من ايه؟ اول حاجه طبعا هنجيب السبجكت هي شي ات سينجلر ناون، بعد كده هنجيب doesn't، وطالما جبت doesn't هجيب الفيرب في الانفينيتيف،
I, we, they, you, plural noun. ونجيب don't لأن احنا عارفين إن دول ما بيحبوش الاس، هنجيب don't plus الفيرب في الايه؟ في الانفينيتيف. I don't like eating banana. He doesn't go to school. He never goes to school. نخلي بالنا بقى من الجملة التانية دي والجملة التالتة. doesn't بيجي معاها infinitive، لكن never عادي جدا ممكن يجي وراها الفيرب في اس وممكن يجي وراها الفيرب في الايه؟ في الانفينيتيف. فهنا ما جبت doesn't جبت الفيرب في الانفينيتيف go، هنا ما جبت never سبت الاس زي ما هي عشان الهي بتحب الاس، الهي بتحب الاس، ونيفر اساسا نيفر ما بتاكلش الاس زي doesn't. طب I don't like eating banana، عايز استخدم never عادي هتشيل don't وتحط never. طيب احط اس بقى للفيرب؟ لا، لان انا عندي اي واي ما بتحبش الايه؟ الاس. تمام. طيب تعالى نشوف كده في الكويستشن، السؤال هنجيب الاول do or does، بعد كده subject، بعد كده verb في الانفينيتيف. لقيت do does على طول تجيب لي infinitive. wh do or does subject infinitive، برضو لقيت do او does بجيب الفيرب في الايه؟ في الانفينيتيف. تمام. طيب هنا بيقول لنا كده شويه نوتس نخلي بالنا منها. بيقول لنا ايه لو الفيرب اخره اس 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 اتش سي اتش او اكس زد، اما نيجي نحط اس مع الهي والشي والات ما بحطش اس، بنحط ايه؟ اي اس. فتلاقي هنا واتش بقت واتشز، باس باسز، واش واشز، ميكس ميكس ميكسز، كويز كويزز. اوكي. طيب لو عندي الفيرب اخره واي وقبليه كونسونانت، يعني ايه كونسونانت؟ يعني حرف ساكن، ساعتها بنعمل ايه؟ بنشيل الواي ونحط اي اي اس برده مع الهي والشي والات والسنجلر ناون، زي ستادي اهي شلت الواي وحطيت اي اي اس. كاري برده هنشيل الواي ونحط اي اي اس عشان قبلها كونسونانت. هو الكونسونانت اي حرف غير الاي والاي والاي والاو واليو، اي حرف غير دول. تمام. لو جه قبل الواي اي حرف غير الخمس حروف دول الفاوتس، ساعتها بنشيل الواي ونحط اي اي اس مع مين؟ مع الهي والشي والات. تمام. طيب بعد كده اتكلم عن البريزنت كونتينوس، والبريزنت كونتينوس بيتكون من ايه؟ طبعا السبجكت الاول. تمام. السبجكت وبعد كده فيرب تو بي اللي هو عباره عن ام وايز وار، وطالما جبت فيرب تو بي بجيب الاي ان جي. الاي اخدت ام، الهي والشي والات والسنجلر ناون اخد از، الوي والذي واليو والبلورال ناون اخدوا ايه؟ ار. بعد كده بنجيب الفيرب بلس اي ان جي. تمام. بيقول لك هنا شويه نوتس، لو الفيرب اخره ايه لما نيجي نحط الاي ان جي بنشيل الاي خالص ونحط ايه؟ اي ان جي. طيب نوت نمبر 2، لو الفيرب اخره كونسونانت وبعديه فاول، ساعتها سوري لو الفيرب اخره كونسونانت وقبليه فاول بنضعف الكونسونانت ونحط اي ان جي. اي اي فاول وبعدها ام كونسونانت، ضعفنا الام وحطينا اي ان جي. يو فاول وبعدها ان كونسونانت، ضعفنا الان وحطينا اي ان جي. هنا التي الكونسونانت جه قبلها اتنين فاول، فقال لك لا دي ما نطبقش عليها القاعده، انا عايز ساكن وقبليه متحرك واحد. لو جاي لك ساكن كونسونانت وقبليه 1 فاول، ساعتها ماشي نضعف الساكن بعد كده نحط الاي الاي ان جي، لكن هنا جه قبلها اي جه قبل الكونسونانت تي 2 فاولز، ساعتها لا ما تضعفش الايه؟ التي. تمام. اليوسج قلنا اهم حاجه اليوسج بتاعتنا. قال لك اول حاجه actions which are happening at the time of speaking، يعني حاجه بتحصل وقت الكلام، حاجه بتحصل وقت الايه؟ الكلام. يعني دلوقتي وانا بشرح ايه اللي بيحصل، انت تقول I'm studying English now، انت دلوقتي بتدرس English. تاني حاجة temporary situations، يعني مواقف متغيرة. تمام. مواقف مؤقتة غير دائمة، زي مثلا ايه؟ I'm eating vegetables and fruits I am on a diet، يعني انا اليومين دول باكل خضار وفاكهة عشان انا بعمل ايه؟ diet. فده حدث مؤقت لكن مش حاجة هستمر عليه. changing situations مواقف متغيرة زي
cars prices are going higher and higher. أسعار العربيات عمالة بتزيد إيه كل شوية. تمام، الـ keywords بتاعته إيه هي؟ أول حاجة عندنا look اللي هو أنظر، دي بتيجي دايما في أول الجملة. listen استمع، برضو بتيجي في أول الجملة. today اليوم. at the present في الوقت الحاضر. at the moment في هذه اللحظة. now الآن. عندنا كمان right now معناها الآن. عندي كمان كلمة all زي ما أقولك مثلا all the day. عندنا كمان كلمة this day أو these days هذه الأيام أو هذا اليوم، طالما فيها this أو these. تمام، وعندنا في كلمة اسمها still. still بتيجي ما بين verb to be وما بين ال ing، يعني مثلا ايه I am drinking milk this morning. انا متعود ايه اشرب قهوة بس النهاردة بس انا هشرب ايه لبن. طيب لو قلت لك استخدم لي still، still بتيجي هنا ما بين ال am وال is وال are وما بين ال ايه ال ing. تمام، طيب بعد كده النفي بتاعنا سهل جدا، بعد الـ am والـ is والـ are هنحط النوت. بعد الـ am والـ is والـ are هنحط النوت. عايز أعمل سؤال، هنجيب الأول am is are plus subject plus ing أو wh am is are subject ing، ومننساش إن I am بتتحول لـ are you. تمام، النوتس دي بقى مهمة جدا، very important، مهمة جدا جدا. تمام، بيقول لنا ايه بقى؟ لا نستخدم زمن المضارع المستمر مع هذه الافعال. الافعال دي اوعى تستخدم مع زمن المضارع المستمر. اول حاجة thinking verbs، الافعال اللي لها علاقة بالتفكير، اللي لها علاقة بالmind بالعقل، زي believe يعتقد، know يعرف، understand يفهم، guess يخمن، remember يتذكر، forget ينسى، think يعتقد، realize يدرك. وخلي بالكوا بقى من كلمة think دي عشان ليها كلام معنى تاني think. ماشي، تمام. feeling verbs، يعني ايه feeling verbs؟ افعال الشعور، افعال الشعور اللي ليها علاقة بالمشاعر، زي love يحب، like يحب، hate يكره، dislike يكره، prefer يفضل، hope يأمل، want يريد، need يحتاج، wish يتمنى. تمام، طيب بعد كده عندنا مين؟ عندنا senses verbs أو sense verbs، الأفعال اللي علاقة بالحواس، زي see hear feel taste smell. وبرضو عندنا see دي ليها كلام برضو إيه معين. تمام، see ليها كلام معين، هعلم عليها كده. برضو مين تاني يا ولاد ما يجيش مع ام و is و are و ing؟ position verbs، الافعال اللي علاقه بالملكيه، have own possess belong. واخر حاجه افعال appearance اللي علاقه بالظهور، زي appear seem look. تمام كده، كل دول ما يجوش مع ام و is و are و ing. بس انا خلي بالك من think و see، وعندي و have كمان، و have برضو ليها كلام معايا. تمام، اول حاجه think، think معناها ليها معنيين، ليها معنى يعتقد وليها معنى يفكر. يعتقد ساعتها مش هينفع استخدم معاها ال present continuous اللي هو verb to be plus ing. لو معناها يفكر لا، استخدم معاها verb to be plus ing، استخدم معاها زمن الايه ال present continuous. زي مثلا بقول ايه، اما اقول I think، انا بعتقد it's going to rain tomorrow، انا اعتقد كده ان الجو بكره هيمطر. ده اعتقد ليا، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. تمام، لكن think بيفكر لا، دي ينفع استخدمها مع present continuous. زي ما اقول مثلا ايه I am thinking about the exam results، انا عمال افكر في ايه نتائج الامتحان، يبقى دي حاجة قلقاني وعمال افكر فيها. لكن هنا انا بعتقد بقى ايه، ان بكرة الدنيا هتمطر،
انا بعتقد ان بكره ان محدش هيروح المدرسه. انا قاعد كده وعمال افكر في شويه حاجات، لكن thinking لا، حاجه انا بفكر فيها وقلقان. تمام، دي اول حاجه. طيب تاني واحده برضو سي. سي ليها معنيين، معنى يرى ومعنى يقابل. لو بمعنى يرى اللي هي هتبقى ساعتها sense verbs، افعال حواس، ما ينفعش استخدم معاها present continuous، غلط. لكن بمعنى يقابل ينفع استخدم معاها ايه؟ present continuous. زي مثلا لما اقول I see with my eyes، انا بشوف بعينيا، دي معناها يرى. طيب يقابل I'm seeing my friends tomorrow، انا هقابل اصحابي ايه بكره، دي معنى يقابل مش بمعنى يشوف. تمام. عندي برضو have، عندنا have نفس الكلام، ليها برضو معنيين. have ليها معنيين، have بمعنى يمتلك وبمعنى يتناول. تمام. لو بمعنى يمتلك مش هينفع استخدم معاها ال present continuous، لو بمعنى يتناول لا، تمام، استخدم معاها الايه؟ ال present continuous. طيب يمتلك مثلا اقول ايه؟ I have a car. طيب يتناول I'm having a sandwich، انا باكل ايه؟ sandwich، هنا معناها eating. اقول مثلا I'm having some coffee، انا بتناول شوية قهوة، دي معناها يشرب. طب بص دي I'm having a shower، دي معناها ان هو بياخد ايه؟ دش، مش بمعنى يمتلك الدش. تمام كده، كده نكون راجعنا.